يو اهلا بكم في فلوج جديد ومختلف. النهارده حفله شارموفرز في هايد بارك في القاهره الجديده. يلا بينا نشوف الحوار ده. استاذ عادل بي يا نهار ابيض، حياه الفي اي بي جميله قوي. صور العوام. بس هو مش اعوام قوي يعني، لان احنا هنا في نيو كايرو جايبين لهم باجز وبتاع ومروقين عليهم على الاخر، واحنا جايبين لنا ترابيزات وموقفيننا يا جدعان. ده مش داخلين يعني، بس هنا اغنياء قوي. لا يلا نمشي كمل. بعتذر من الحفله دي يعني. اسمي مامي ليه دي الساعه 7:30 ولسه ما طلعوش؟ حد اسكت للاغنيه بس. يلا يا ابني على رجلك. نعم للحريه وللعربده والعشوائيه. يلا بينا. هنا بقى الريجلر بقى. بص كبيرة الخناق الفاحش اللي هنا، واحد عرفنا. قصدك ايه؟ حبيبي يا يوسف، حبيبي احنا مش لوحدنا هنا. ثواني بس، هو ايه ده؟ هي دي عربية صح؟ هي عربية اوبل بتعمل ايه في الحفلة؟ ما انا مش فاهم. ملهاش صحاب، بتفتح عادي. الدنيا خربانة هنا. بالله بدون مبالغه الحفله كلها واخده تان الا انا والغلبان ده. انا جاي القاهره الجديده، معرفش ايه اللي وداني الساحل. Let me see my lady.
خلص. لو عجبكم متنساش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، واشوفكم الفيديو الجاي. ف هب 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 احلى شباب، بحبكم جدا، باي.